وش راح يكون موقفك والرسول يناديك في عطش يوم القيامة؟ ثم إذا جيت عنده تبغى تأخذ كأس كوب تشرب، يأخذها منك يقول لا، إنما أسقيك بكفي شربة لا تظمأ بعدها أبدا، ويسقي الناس. طيب الحساب ما تم، يا رسول الله استشفع لنا عند الله، فيشفع ثم يبدأ الحساب. رسول يوقف على طرف الصراط، ما خلانا، ما قال خلاص الحساب بدأ أنا بوقف وكل واحد يأخذ جزاه. الرسول يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم أمتي، اللهم أمتي، لين يمرون. إذا طلعوا واطمأن أن الناس مشوا على الصراط، راح للطرف الثاني اللي هو الطرف اللي عند باب الجنة. جيب لي إنسان في الدنيا له فضل عليك مثل فضل النبي صلى الله عليه وسلم.